ما رانيش مزيانه، مهزوزه، تهزيت نفسيا، تهزت ثقتي، تهزت اعصابي، كل شيء كما قلت ربي اللي عالم بيا. راني مريضه فعلا، مريضه، وحياتنا ما بقاتش حياه طبيعيه، ما بقيت كندير حتى حاجه، تخيلوا الواجبات ديالي ما بقيتش كنديرهم. راه الانسان كيكون قاتل، قتل روح، وكتجي العائله ديال القتيل وكيسامحوا القاتل، كيسامحوه. ملي كيشوفوا والديه كيبكي وكيقولوا لهم حنا ترزينا في ولدنا، صافي مات مشى، ما بغيناكمش تحسوا بنفس الاحساس وترزوا في ولدكم، وكيسامحوه. قاتل روح، قاتلهم، كبتهم. انا كلامي لو كان كنت غير قصده انني نشهر ولا نسب ولا ما سبيتش، ما شهرتش، ولكن ما ترحمتش. الرحمون يرحمهم الله، الرحمون يرحمهم الله. شنو ممكن نكون درت انا كاع؟ درت حاجه؟ راه هو اللي قدر يقرا المحضر يقرا، غتلقاوه ما درت والو، ولكن على نياتكم ترزقون. حتى انا ما قصرتش، ما رحمنيش البشر، ما رحمتوش. انا اللي تشهر بيا، انا اللي تدليت، انا اللي تهانيت، انا اللي تلعب بيا، انا اللي تبتزيت، انا اللي تنصب عليا، ما رحمتش البشر حتى انا. وفي ما كنقولها لكم من هذا المنبر، في ما بغات توصل توصل، انا صافي ما بقاش كيهمني حتى حاجه. وصلت لواحد النقطة.